السلام عليكم، طارق بدر بعلا، نائب كاتب الاقليمي للنقابه المستقله للممرضين وعضو في المكتب الجهوي وعضو المجلس الوطني للنقابه المستقله للممرضين. هذه الوقفه كما كتشوفوا جات نتيجه واحد البيان، ماشي البيان، البيان ماشي الانذاري بل هو بيان ثاني بعد البيان الانذاري. حطينا بيان الانذاري الاول على اساس ان الاداره غادي تتفاعل بطريقه ايجابيه، فاذا بنا كنلاحظوا بان هناك استهداف مباشر للنقابه المستقله للممرضين والمناضلين ديالها. هذه الاستهدافات تجلات في العديد من الامور اللي غادي تجي الوقت لان غنجبدوها في التفصيل. حنا كنعيشوا العديد من المشاكل في هذه المؤسسه، طالبنا بالتغيير بطرق اللي هي سلميه وطرق اللي هي بدون احتجاج بطرق ديال الحوار، ولكن تلاحظوا بان هناك محاوله للسيطره على القرار ماشي من طرف الاداره بوحدها بل من طرف اشخاص عندهم النيه المبيته ان هذه المؤسسه هذه استشفائيه تبقى تحت السيطره ديالهم خدمه لاجندات ما تعرفوش، ربما اجندات نقابيه اجندات سياسيه الله اعلم. المهم هذا الشيء حنا ما غنسكتوش عليه كنقابه مستقله، لان حنا ما عندنا حتى شي ارتباط سياسي معهم ايا كان، حنا مهمتنا الاولى والاخيره هي الدفاع على الممرض. البيان كما جاء فيه العديد من النقاط، فيها النقطة نتاع تطبيق الحراسة، ومن تنهضروا على النقطة ديال تطبيق الحراسة ومرسوم الحراسة فهو تيجي بطريقة واضحة أن كل مصلحة خص توفر على الأقل على 4 ممرضين باش تطبق هذا النظام. هذه الإدارة تتلعب التلاعب، كدير لنا التلاعب. شنو كاين المشكل؟ هو أنه كاين هنا مصالح فيها 4 الممرضين، وتلقى ممرضة عندها ملف طبي نتاع الإعفاء من الحراسة الليلية، شنو كنضطروا؟ كنضطروا دوك 3 ديال الممرضات هما اللي كيحملوا العبء. كيفاش انتيا كتحضر 3 ممرضات يوميا الليل، 2 يوميا الليل لمده غير متناهيه، كيفاش غيكون هذا العمل ديالها؟ كيفاش غادي تكون المردوديه ديالها؟ هنا التساؤل. اذا كانت هذه الاداره كتفكر في المواطن، هذا هو التساؤل. دونك هذه الاداره بعض الخطرات كتستغل القوانين اللي كتكون شويه خاويه من الداخل من اجل الضغط على الممرضين، وهذا الشيء راه ما غاديش نسكتوا عليه، سواء بالترافع القانوني بالترافع النضالي. هذه بدايه. كاين نقطة أخرى اللي هضرنا عليها هي النقطة ديال تعويضات الحراسة اللي نضل عليها على المستوى لا المحلي ولا الإقليمي ولا الجهوي ولا المستوى الوطني، وفي الأخير خرجنا أننا استطعنا أننا نخرجوا بمحضر اجتماع على المستوى الجهوي وبتصريح نتاع وزير الصحة بنفسه والمدير للموارد البشرية بأن هذه النقطة هذه خصها تحل وخص تكون تحفيزات، وتعطات أوامر للمسؤولين اللامركزيين أنهم يحتاسبوا بالطريقة الأكثر إنصاف للممرض. ولغاية يومنا هذا لا زلنا لا نعلم لماذا هذه الإدارة تتبنى التماطل في هذا الملف، يعني هذه الإدارة تتماطل حتى على القرارات الوزارية، وهذا الشيء صراحة ما فهمناش. النقطة الأخرى هي اللي فاضت الكأس، هذه النقطة اللي فاضت الأس هي تعرض واحد الإخوان ديالنا وهو مناضل ديالنا في النقابة المستقلة لمحاولة اعتداء من طرف أحد العاملين بالمطبخ في بداية الدخول ديال شهر رمضان. داخل المؤسسة أو خارجها؟ داخل المؤسسة، هبط يجيب الفطور ديالو، فإذا به تيتفاجأ بأن ذاك العامل هز عليه قال لك هو تيقول لك هز عليا سطورة باغي يضربني. دونك هذا راه تهديد للحياة. تنتفاجئوا اننا من بعد الاتصال بالاداره تم طرد ذاك الموظف بتدخل نتاع ناس محسوبين على الاداره، واللي قلت لكم في الاول انهم يحاولون السيطره على القرار داخل هذا المستشفى، جاو تيدافعوا. هذا الذي تيبقى فيك الحال اللي تيغيظك هو انه كيف الموظف يدافع عن واحد الشخص خارج المؤسسه ضد موظف اخر لا لشيء الا انه ينتمي الى النقابه المستقله للممرضين. دابا هذا الشيء اكتشفنا. دونك تضرب من بعد تنشوفوا بان تراجع الاداره اللي في القرار ديالها، مشينا توجهنا للمدير، دخلنا انا والسيد اللي تعرض للاعتداء، فاذا به تيقد حدانا تيدير مكالمه للجيرون ديال الشركه بان داك السيد خصو يتطرد. دونك حنايا خرجنا من عنده، السيد بانه حس بان الموظف حس بانه خدا حقه بانه تنصب، فاذا بنا المره الثانيه عاوتاني تلقاو بانه داك السيد مازال خدام وراه مازال خدام الى يومنا هذا. دونك هنا تنسولو تنقولو هاد الناس هادو هل هما مسيرين ام مسيرون؟ هنا سؤال تنطرحوه، يعني خصنا نعرفوا هاد الشيء. هذه معركه، البدايه ديال المعركه، وحنا درنا التوقف. إذا كان حساب لهم راسهم بأننا غادي نرجعوا له، راه ما غاديش نرجعوا له. حنا غادي نجتمعوا كمكتب إقليمي، غادي نتبناوا معارك أكثر نضالية، ولتتحمل مسؤوليتها الإدارة في شخص المدير. وشكرا جزيلا على مبادركم للتغطية الإعلامية، شكرا جزيلا. السلام عليكم، نبيل السني، كاتب إقليمي للنقابة المستقلة للممرضين بإقليم كناس. اليوم كما كتشوفوا معنا وقفة إقليمية جاءت استئنافا للنضال اللي كنا بديناه هذه ما يقارب تقريبا 4 أشهر أو 6 أشهر بخصوص المطالب الآتية: تعويضات على الحراسة، تعويضات الحراسة اللي تم تماطل فيها من طرف الجهات المعنية، لا من طرف المديرية الجهوية ولا من طرف الأقاليم في ربوع الجهة. كنلقاو جهات اللي ملتصقة بالكناس أو لا أقاليم ملتصقة بالكناس أنها كتعوض تعويضات قانونية وبطريقة جديدة. كنا كان عندنا اتفاق مع المديرية الجهوية ومكتب اتفاق اللي في شهر 10، هذا الاتفاق هذا جاء انه خص في المستحقات ديال الحراسه تعويضات الحراسه بالصيغه الجديده ابتداء من 1/1/2023، الا ان الاداره الاقليميه والمديريه الجهويه في تماطل بعد مرور تقريبا 6 أشهر
درنا معاهم اجل انهم صرف المستحقات بشهر 3، الا انه لحد الان ما كاينش، كاين تماطل، كاين تماطل في هذا الخصوص هذا. وبالنسبه كاين عمر اخرى بالنسبه لاداره محمد الخامس، تنهجوا تضييق على المناظرين المستقله، وتنهجوا على اي واحد كيقول كلمه الحق في جميع البرامج، جميع تسميته في جميع ما يخص الممرض. اي واحد هضر على حقه الا انه يقابل بتضييق، وكيتقابل بسميته بالحرمان مثلا، ولا تضييق، ولا بالعديد من الامور اللي كتضيق عليه. اليوم كما كتشوفوا معنا غادي بشكل نضالي، وقفه احتجاجيه تنزيلا للبيان الاقليمي. من بعد مازال ان شاء الله اشكال صعيديه اخرى اكثر واكثر. نقدروا ندخلوا حتى اعتصامات، نبداو باعتصامات جزئيه، من بعد ندوزوا لاعتصامات مفتوحه. الا ما كانش تجاوب مع هذا المطلب هذا اللي مطلب مستحق، كان محضر جهوي، محاضر اقليميه في هذا الاطار. اذا هذا الاستخفاف بالمطالب ديال الممرض ما عرفناش الاسباب ديالها، لماذا، علاش هذا الاستخفافات هذه اللي عمرت لي اشهر، ونقدروا نقولوا لي سنوات. مونية بعامة، ممرضة بشبكة المؤسسات الصحية بمكناس. اليوم كنجسدوا الوقفة اللي بعث عليها نقابتنا المستقلة للممرضين بمكناس، واللي جات ردا على التعسفات اللي كتعرض لها والتضييقات النقابيه اللي كيتعرضوا لها المنخرطين ديالنا هنا في المستشفى. واول حاجه هو ان الاداره لم تلتزم بالاتفاق اللي سناوه مع المديريه الجهويه من اجل تعويضات الحراسه والمتاخرات ديالها، اللي سناو انهم غيصرفوها بالصيغه الجديده ابتداء من يناير 2023، وكنتفاجئوا انها كتقول لك ما عندهمش الميوله الكافيه باش تصرف هاد التعويضات، وملفات اخرى اللي كنحسوا بانها كاين تضييق نقابي من طرف الاداره هنايا. وشكرا. اوكي تفضلي. واخا بين التضييقات النقابيه ان بعض الموظفين اللي كينتويو النقابه المستقله كيتواجهوا بالرفض، ان الطلبات ديالهم فاش كتحط كترفض، و التعسف اللي تعرض له واحد الاخ ديالنا اللي واجهته الاداره بانها بحال اللي ما طرات حتى شي حاجه. السيد تعرض للتهديد بالسلاح الابيض وتحطت الشكايه، والاداره دارت بحال ما كاين حتى شي حاجه. واش هذا الشيء طرا داخل المؤسسه وخارج المؤسسه؟ داخل المؤسسه. وتوجهتوا للسيد المدير بان بالشكايه ديالنا. الموقف ديالنا اننا هاد شنقول لك، بحال ما كاينينش. هاد الاداره كتحسب هاد الناس ما ماشي موظفين عندها، ما كينتميوش لهاد الاسوار هادي، دونك بحال غابه نقولوا، لان ما دارت حتى تدخل في هاد النزيله هادي اللي وقعت للصديق ديالنا هنايا في داخل المؤسسه. الشركه ديال لا سوتريتونس، الشركات اللي كتجي هنايا كدير الفندقه،